قام والي ولاية تلمسان بزيارة تفقدية لمشروع خط السكة الحديدية المزدوج والمكهرب LG في فائق السرعة الرابط بين واد تليلت وتلمسان، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان والسلطات المحلية للولاية، حيث تمت معاينة جسر عبر بلديتي سيدي العبدلي وعمير، ومعاينة النفق على مستوى الحجرة الكيلومترية 119 ببلدية شتوان، ومعاينة المقطع الممتد من الحجرة الكيلومترية 119 إلى 125، والمنشآت الفنية من 45 إلى 51 على مسافة 6 كيلو متراً عبر بلديات عمير، عين فزة، وشتوان. وخلال المعاينة قدمت الشركة الإيطالية المكلفة بالإنجاز شروحات للوالي بخصوص تقدم الأشغال بنسبة 80% والانتهاء من التهيئة وإنجاز المنشآت الفنية، من بينها أكبر منشأة فنية في إفريقيا بطول كيلومترين وارتفاع 140 متر. تجدر الإشارة أن هذا البرنامج الهيكلي الهام يبلغ طول إجمالي ما أتان كيلو متراً يربط بين واد تليلات بولاية وهران وتلمسان، 132 كيلو متراً الشطر الأول، تلمسان والعقيد عباس على مسافة 66 كيلو متراً الشطر الثاني. الخط مخصص لنقل المسافرين والبضائع، ومن المرتقب الانتهاء من شطره الأول في ديسمبر 2024 ووضعه حيز الخدمة ليعرف بذلك ديناميكية جديدة وحركة كبيرة في انتظار الانطلاق في الجزء الثاني.